السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة ورافانز وحلقة جديدة. إذا فريق اتحاد طنجة يوقف سلسلة النتائج الإيجابية لمتصدر البطولة المغربية الرجاء البيضاوي ويعود بثلاث نقاط ثمينة وغالية من الدار البيضاء. يعني أكبر المتفائلين من جماهير اتحاد طنجة كان يتمنى على الأكثر أن يعود الفريق ديالو بتعادل، ولكن اتحاد طنجة كيف ما قلت يعود بثلاث نقاط مستحقة من الدار البيضاء. الفريق الذي غاب عن المنافسة، يعني تقريبا لم يلعب أي لقاء منذ مارس السابق، يعني ولعب ضد متصدر البطولة المغربية الرجاء البيضاوي اللي حقق نتائج أكثر من رائعة في الآونة الأخيرة. الرجاء البيضاوي قبل لقاء ديال اتحاد طنجة لعب 7 ديال اللقاءات، 5 انتصارات 2 التعادلات، من أسوأ اللقاءات اللي شاهدتها للرجاء البيضاوي في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد فترة التوقف أو بعد عودة النشاط الرياضي. يعني غياب الروح، غياب العزيمة، غياب الجرينتا، غياب روح الرجاء البيضاوي داخل أرضية الملعب، العديد من الأشياء التي سنتحدث عليها في حلقة اليوم. أضف إلى ذلك أخطاء أخرى سواء في التشكيل أو في التكتيك للعب به الرجاء البيضاوي. كيف ما قلت، انتصار مستحق لفريق اتحاد طنجة وهزيمة أيضا مستحقة للرجاء البيضاوي. كيف ما قلت، بالرغم على أن الهزيمة كتكون مرة، ولكن يجب استخلاص الدروس من الهزيمة، لأن الرجاء البيضاوي مقبل على العديد من اللقاءات المهمة، خصوصا نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا. والرجاء البيضاوي للعب بنفس المستوى اللي شاهدناه اليوم ضد الزمالك سيعاني كثيرا. عموما في حلقة اليوم غنتحدثوا على أسباب هزيمة الرجاء البيضاوي، وأيضا غنتحدثوا على المستوى الأكثر من رائع اللي ظهر به فريق اتحاد طنجة بالرغم على أنه غاب عن المنافسة لمدة تقارب 6 أشهر. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الحلقه، الى عجبتكم الحلقه كما هو العاده ما تنساوش تدعمونا باللايك، بارطاجيو الحلقه. بالنسبه اللي شاهدنا اول مره، تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك والانستغرام، غنخلي لكم لينك في اول تعليق مثبت. ندخلوا في تفاصيل الحلقه. بانتصار اليوم أشعل الصراع على لقب البطولة المغربية السنة نسخة الكورونا. قلتها من قبل، أقولها أعيدها وأكررها، لقب هذه السنة لن يحسم إلا في الجولات الأخيرة. المنافسة مشتدة بين العديد من الفرق. الفريق الذي سيبقى حاضر ذهنيا بدنيا إلى غاية آخر رمق هو من سيتوج باللقب. يعني فريق اتحاد طنجة فاجأ الجميع بالمستوى الأكثر من رائع الذي ظهر به في لقاء اليوم. كما ذكرت سابقا، فريق غاب عن المنافسة لمدة تقارب 6 أشهر. آخر لقاء لعبوا اتحاد طنجة يعني منذ مارس السابق كان ضد الوداد البيضاوي، وترجع يعني ويكون عندك لقاء مهم خارج الميدان ضد متصدر البطولة المغربية الرجاء البيضاوي، الفريق اللي حقق نتائج أكثر من رائعة في الآونة الأخيرة، وتكون أيضا مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من منطقة الخطر. يعني هذه الأشياء كلها شكلات ضغط على فريق اتحاد طنجة. وبالرغم من هذا، لاحظنا على أن الفريق جاء إلى مدينة الدار البيضاء آمن بالحظوظ ديالو، كما كنقولوا باللغة العامية العايبية، تقاتلوا داخل أرضية الملعب، وفي الأخير خرجوا بالمراد ديالهم وهو تحقيق 3 نقاط ستكون مفيدة لفريق اتحاد طنجة فيما هو قادم من اللقاءات. لكي أكون صريحا، لقاء للنسيان لفريق الرجاء البيضاء. تقريبا جميع اللاعبين كانوا خارج التغطية. يعني الشوط الأول تقريبا الرجاء البيضاوي ما خلق ولا فرصة حقيقية للتسجيل ولا تسديدة مؤطرة، وهذا الشيء اللي كيبين المعاناة ديال الرجاء البيضاوي في لقاء اليوم. يعني يمكن أن أقول على أن الرجاء البيضاوي دفع يعني ثمن استسهال واستصغار الخصم. يعني قلتها من قبل، في بعض الأحيان تواجه فريق ينافس على المراكز الأولى يكون أحسن ما تواجه فريق يقبع في المؤخرة. يعني دائما الفرق ديال المؤخرة خصوصا في اللقاءات الأخيرة تعطي كل ما لديها للهروب من منطقة الخطر. يعني وقلتها من قبل، اتحاد طنجة سيلعب 10 لقاءات الأخيرة وستكون لقاءات بمثابة نهائيات للفريق. يعني الفريق سيبذل كل ما في وسعه للهروب من منطقة الخطر، وهذا الشيء اللي تحقق في لقاء اليوم. يعني الرجاء البيضاوي ماشي هو الرجاء البيضاوي اللي شاهدناه في اللقاءات السابقة. يعني الرجاء البيضاوي منذ عودة النشاط الرياضي لعب العديد من اللقاءات الصعبة ولقاءات خارج الميدان. يعني يمكن أن أذكركم، الرجاء البيضاوي عاد بانتصار ضد حسنية أكادير، الملعب الذي استعصى على الرجاء البيضاوي لسنوات، وأيضا الرجاء البيضاوي عاد بانتصار ضد الفتح الرباطي من مدينة الرباط. علاش؟ لأن الفريق كيف ما كنقولوا كان داخل وعارف
بالثقل اللي مرمي عليه في اللقاء، وعارف على ان اللقاء غيكون صعب. لهذا اللاعبين كانوا حاضرين ذهنيا وبدنيا منذ اول دقيقه الى غايه اخر دقيقه، عكس لقاء اليوم. يعني ما بغيناش كما كنقولوا نبخسوا الحق ديال اتحاد طنجه. اتحاد طنجه حقق انتصار مستحق. يعني كره القدم تعطي من يعطيها، واتحاد طنجه هو الفريق الذي اعطى الجهد والعرق اليوم داخل ارضيه الملعب. يعني في الشوط الاول المدرب جمال السلامي بدا تقريبا بالتشكيله المثاليه باستثناء اللاعب حافظي، اللاعب اللي غاب على اللقاء اليوم. يمكن ان اقول على ان غياب الحافظي كان عنده واحد التاثير كبير على فريق الرجاء البيضاوي، وايضا علامه استفهام يعني فيما يخص بعض اختيارات المدرب. يعني ما بغيتش ندخل في اختيارات المدرب هذه المساله، يعني المدرب هو الاقرب للاعبين، هو اللي كيحضر التمارين كل يوم، ولكن لماذا الاصرار على اللاعب ناناح؟ يعني انت لعب لقاء في الميدان ديالك ومستقبل ومطالب بتحقيق الانتصار للابتعاد بالصدار. يعني كنت كنفضل على ان المدرب يعطي فرصه للاعب جبرون. يعني اللاعب جبرون ما عرفتش صراحه السبب وراء استبعاده في العديد من اللقاءات، ماشي غير في لقاء اليوم، يعني العديد من اللقاءات جبرون لا ياخذ فرصه. ولاحظت على ان منذ دخول جبرون يعني في الشوط الثاني لما كان الرجاء متاخر بهدف لصفر قام بالعديد من اللقطات الجميله، ولاعب يستحق دقائق اكثر في الرجاء البيضاوي. يعني قلتها في حلقات سابقه، اقولها اعيدها واكررها، جبرون يستحق دقائق اكثر. ولماذا الاصرار على اللاعب ناناح؟ يعني اللاعب ناناح يمكن نقولوا على انه كيعاون في الارتداد الدفاعي، ولكن انت في اللقاء اليوم مطالب بالانتصار، وخصك تدخل واحد اللاعب اللي عنده واحد النزعه هجوميه يمكن يضيف الكثير للاعبين. يعني متولي لاحظنا على انه عانى في الشوط الاول، ما لقاش اللي يعاونوا كما كنقولوا باللغه العاميه. غياب حافظي اثر كثيرا على فريق الرجاء البيضاوي فيما يخص صناعه اللاعب، وبالرغم يعني قلت على ان متولي لا يمر باحسن اوقاته، لهذا يعني اركز على هذه المساله ديال غياب حافظي. يعني الشوط الاول الرجاء البيضاوي لم يخلق ولا فرصه خطيره في مرمى اتحاد طنجه. يعني اتحاد طنجه كان يمارس الضغط العالي منذ اول دقيقه الى غايه اخر دقيقه، وكان يلعب على الهجمات المضاده. يعني الامور كانت واضحه بالنسبه لفريق اتحاد طنجه، كان كيلعب في حدود الامكانيات ديالو. يعني الشوط الاول انتهى، انتظرت على ان المدرب جمال السلامي في بدايه الشوط الثاني يقوم بتغييرات، ادخال اللاعب مالونغو مكان يعني ناناح، ادخال لاعب جبرون، يعني قوم ببعض التغييرات، ولكن المدرب فضل ينتظر حتى الدقيقه 60 ومن بعد اشرك اللاعب مالونغو. يعني وبالرغم من هذا لاحظنا على انه لم يتغير الكثير في الرجاء البيضاوي. يعني الرجاء تغيرات لما تسجل عليها الهدف الاول، لاحظنا بعض الهجمات ولاحظنا بعض الخطوره من الرجاء البيضاوي، يعني اشراك اللاعب جبرون اللي عطى واحد اللمسه فيما يخص الهجوم. يعني اتحاد طنجه صراحه لكي اكون صريحا قدم لقاء اكثر من رائع، والحارس الزنيتي تالق في العديد من اللقطات. يعني كان بامكان اتحاد طنجه في العديد من اللقطات قبل تسجيل هدف افتتاح نتيجة اللقاء، ولكن الحارس الزنيتي ساهم بالتدخلات ديالو في إبقاء النتيجة صفر لمثله. ولكن كيف ما كنقولوا كرة القدم ما غتعطيكش الفرصة الأولى وما غتعطيكش الفرصة الثانية وما غتعطيكش الفرصة الثانية. إذا ما أردت الفوز بالبطولة المغربية، أتحدث على أي فريق وليس الرجاء البيضاوي فقط، عليك أن تنتصر على الفرق الصغرى قبل الفرق الكبرى. لأنه في الأخير يعني كيشوفوا مجموع النقاط، الفريق اللي عنده أكبر عدد من النقاط هو من سيتوج بلقب البطولة المغربية. يعني هاد اللقاءات اللي يعني كنظن يعني اللقاء ديال اليوم يعني صراحة ثلاث نقاط كان جمهور الرجاء البيضاوي كيتمنى على أن الفريق ديالو يحقق انتصار في لقاء اليوم، لأنه كان سيوسع الفارق عن أقرب المنافسين. الرجاء البيضاوي ما خصناش نساو على أنه تنتظره لقاءات مهمة، خصوصا نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا، والرجاء كل ما وسع الفارق عن أقرب المنافسين سيرتاح أكثر وأكثر وسيستعد للقاءات أخرى. ما خصش الجمهور ديال الرجاء البيضاوي يكون قاسي على الفريق. الرجاء البيضاوي منذ عودة النشاط الرياضي حقق العديد من النتائج الإيجابية، العديد من الانتصارات، فريق اللي كان كيحتل المركز السادس ولا السابع قبل فترة التوقف، بعد فترة التوقف فريق تمكن من حصد العديد من النقاط وتمكن من احتلال المركز الأول. الهزيمة واردة في كرة القدم، ولكن يجب الاستفادة من الأخطاء، يجب الاستفادة من الأخطاء فيما هو قادم من اللقاءات. يعني خسارة لقاء ليس نهاية العالم، ولكن الواحد إذا ما استفدش من الأخطاء اللي ارتكبها
هنا غيكون مشكل كبير على فريق الرجاء البيضاوي، لان لغايه يوم من هذا الرجاء البيضاوي لم يحقق شيء. يعني البطوله المغربيه مازال الامور مفتوحه، العديد من الفرق تتصارع للفوز بالبطوله المغربيه، نصف النهائي دوري ابطال افريقيا كيف ما قلت الرجاء البيضاوي لا ظهر بنفس المستوى اللي شاهدنا اليوم ضد الزمالك سيعاني كثيرا. يجب اصلاح ما يمكن اصلاحه استعدادا للقاءات المقبله، ويجب الاستفاده من هزيمه اليوم. هناك العديد من اللقاءات يعني جايه، لقاء الديربي، العديد من اللقاءات المهمه. كيف ما قلت لقب البطوله المغربيه السنه لن يحسم الا في الجولات الاخيره، ويجب اعطاء الفرصه. يعني العديد من اللاعبين صراحه في الرجاء البيضاوي استحقوا فرصه، يعني اقولها واعيدها واكررها، اللاعب جبرون يستحق دقائق اكثر. يعني خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، قولوا لي يعني شنو هو السبب من وجهه النظر ديالكم في هزيمه الرجاء في لقاء اليوم، واش كان استصغار الخصم ايضا؟ خليوا لي الاراء ديالكم، يعني واش ما تفاجئتوش بالمستوى اللي ضار به فريق اتحاد طنجه، خصوصا فيما يخص اللياقه البدنيه، لانني قلتها من قبل حتى شي واحد ما كان كيظن على ان اتحاد طنجه في لقاء اليوم غيظهر بواحد المستوى البدني اكثر يعني من رائع. كان هذا كل ما يخص حلقه اليوم. الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش دعمونا بلايك، بارطاجوا الحلقه. بالنسبه اللي كيشاهدنا اول مره، تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك والانستغرام، غنخلي لكم اللينك في اول تعليق مثبت. كان معكم رضا من قناه كره فانز.